هسه راح اطحن الفستق للبقلاوه او للكلاج. راح استعمل الراس الصغير، عندي هذا وعندي هذا، هذا استعمله للجوز، هذا استعمله للفستق. خلصت طحن الفستق، وهسه راح نعزز اللون بالفود كولورينج. صبغ مع الاكل حتى نعمق لون الفستق ونجي بايدينا نبدي نفرك الفستق ويا اللون لحد ما نتاكد انه اللون الفستق اخذ اللون كله وامتص اللون بهالشكل هذا، لحد ما نوزع اللون الأخضر الفستق المطحون. نتأكد إنه هاي الكتل كلها نفركها ويا الفستق بهالشكل هذا راح أترك ساعة وأرجع عليه مرة ثانية. هم أفرك الفستق ويا اللون لحد ما ناخذ كل هاي الكتل اللي متبقيه بيه، بس شويه يضرب هواء نرجع عليه. تركتها تقريبا ساعتين، بعد بي شويه كتل بيها لون راح نرجع عليه بايدنا. هسه نضغط عليه نخلص هاي آخر مرة ويكون جاهز للبقلاوة للكليج. خلصت الفستق، عززت اللون، طلع بهالشكل هذا، صار جاهز استعمالات البقلاوة. واللي تريده أخشن تستعمل الراس الثاني. هسه راح أعبيه بالأكياس حتى يكون جاهز. هذا هو الفستق اللي عززت لونه بفود كولورينج، خليت بيه لون. واللي تريده يكون اخضر اكثر من هذا تقدر عادي تخلي كمية من اللون اللي تريدها، مثل البقلاوة اللي تشوفوها بالصور تكون كلش خضراء، هذا عادي لون تستعمل تخلي لون تعزز الفستق ويصير اخضر مثل ما هي تريد.